السلام عليكم. ضحية حلقة اليوم أو ضيف حلقة اليوم كبر في الخضرة وما مولفش يخسر الهضرة حيت درويش محمد بعيو طاح معنا في الكاميرا كاشي. أش وقع لي وأش جرالي؟ شو إيش بعيد؟ صافي خسرتك من الأول أصاحبي، خسرتك من الأول. قبل ما الياس أنا نسرق قبل الياس. واحد حيد يدك سمال. شو صحيني أنت كاسر؟ شو إيش منيش كتعرف إيش كتقول ولا مالك؟ حيد يدك. واش كتعرف إيش كتقول ولا مالك؟ صافي واش كتعرف إيش كتقول؟ جاي معصب. واش فين فريق فينا؟ فلا بتاع كيفاش يلا أسامة؟ وأخونا كيفاش يلا أسامة؟ مالي يا صاحبي؟ لا ما دام أنا معزاه مالك يا صاحبي؟ مالي يا صاحبي؟ كيفاش مالك يا صاحبي؟ وماشي بحالش كليا جاي من بالي ما كيفاش كليا أنا صاحبي؟ وأنت يا صاحبي تجري عند بنادم صاحبي يلاه كنا واقفين كيفاش تجري عند بنادم صاحبي؟ بالي خدام كيفاش منيش كليا سي؟ تخدم صاحبي اش من نيتك أصاحبي؟ تخدم صاحبي وما صاحبي تهربوا لي يا صاحبي كي بالك بنادم كده تجري انا الوالي يلا سير يلا كيفاش يلا يلا ما بقاش تقول لي يلا صاحبي يلا ما بقاش تقولها ليا رعدني ترى باغي نخوي وانا شغل من الدار معاك كنت رعدني راه ما عندكش علاش تقلي يلا ابالي يا صاحبي ابالي خدم أبالي يا صاحبي سول السيد شنو كاين شنو عنده شنو هادي السيد انا بغيت هو غادي يدوي على راسه ما يجيش ما تسلكش تدوي عليها معاك اخويا كيفاش ما سولتش فين المو شنو عندك معنا كاين في اصلا انت ارتاح حبيبي ارتاح أنا وري أخوك مالك أخويا واش عندك أخويا صافي سير وقف لي عندك روي لي صافي سير وقف مالك محجباش مالك بحال ما عجباتك اش معاك سير وقف لي صاحبي مش بقى تشوف فيا صاحبي مش نوقف ليا راه الصباح هذا صاحبي غنبداو عاوتاني ما كتسمعش صحيح في الحامل كيفاش تعلم من الكواس صاحبي شنو ريق على حد الهضره ديالي كيفاش من الكواس انا هو اسلوب حوار ديالي انا اسلوب حوار ديالي هو انا لا ما عندناش باش تقلب اخويا عليه وصاحبي شنو وقف لي شنو تقلب معايا الاول معايا في الهضره شكون انت لا عمالك شكون انت لا واش نقول لك كما خدمتك نرى لي فوق نزل حق ليه؟ خاف يا شيخ الله يسامحك. صح. اش مين في العياقة؟ وراه انت ما شاريتش الشيخ. معك في الحشيران انايا ما خصش معك الهضرة. كيفاش خليني معك في الحشيران؟ ولا ما كي كندوي معاك انا؟ كي تقول لي عياقة باش كندوي معك في الحشيران اصاحبي. كنت تكزر بين بين. لماك علاش تقلب دابا؟ علاش تقلب دابا؟ قلت لي طاج قلت لي رويد عليك الماني كتقول لي سي. فيك مريض اصاحبي ما بقاش تقطع لي راسي. كيفاش فيك مريض؟ كنا مراد اصاحبي راه كنا مراد كنا مراد. واش انت اللي مرات انا فاق مع السمع الصباح كاملين مع الصباح نهار كامل راك شفتي الصباح هذا الشتاء البرد كلشي كاين سير اخويا الله يسهل عليك راه نقول لك هاد المشاكل خدم الله يرحم لك الوالد تعرض عليا ما عرفش ما فهمتش خاص تعرض عليا بالك بالك يا اخي ما بينا من الاول اصلا انا عارف 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 انت خربقتي هذا الصباح وصافي مالك اخويا دابا شنو بقى مالك اخويا مالك دابا علاش كتقلب اصاحبي علاش جايب خربق زربان اصاحبي وكنا زربانين وكنا الله اللي عالم فينا مالك اصاحبي شنو جاي مع الصباح حبيبي مالك اصاحبي سير اخويا وقف لي الله حيد يدك اصاحبي واش اللي وقف لي زعما يدك ما غادي ولا واش اللي وقف لي زعما حيد يدك اصاحبي واش مسطي ثاني مش حاسس لي انت انا كنقول لك فمي ومعي فمي ما تدفعش انت اللي فاشي واش كيدفع فيا ليه الصباح هذا عاوتاني واسمح رسول الله صافي خسرتك من الاول اصاحبي خسرتك من الاول ما دويتي وقف المال ياس انا سير وقف ليا وحيد يدك انت مالك واش حيدين فيك اصاحبي شو واش منيش كتعرف اش كتقول ولا مالك حيد يدك واش كتعرف اش كتقول ولا مالك صافي صاحبي واش كتعرف اش كتقول جاي معصب واش فين وقف ليا وما تدفعش
صاحبي شو مسطي لما نسكنت نفس في وانت واش مريتك انت في دوي معايا بفمك صاحبي دوي معايا بفمك دوي معايا بفمك يا ربي سامحش عليا تشاش صاحبي وانت انت انت ما تدويش مزيان صاحبي يلاه سير اخويا وحفل لي حيد يدك سامح واش حيمين فيك اصاحبي شو واش منيشك شعرك ما تقصش الدنيا فين فيك سير اخويا سير اخويا ما كانت تشرمينا مالك علاش كتقلب انت انا شفت قلب خويا انا ما عنديش وحف اخويا اش اخويا قبلنا جاي مع السلط على الموقع صاحبي هو ما عرفش يدوي ولا ما ساعد مش قلت ناقل زعما مش قلت ناقل زعما مش ناقل زعما قلت ناقل بحال عيالاش شي حاجه مرحبا باش تقلب على شي حاجه مرحبا والدي شحال اللي بروات ما ندير معاك مزيان صايبوا لك ولا شخشخه في عينك سير وقف ليا ما تدوز محويشك طرقة وشاه هلا غنولي وين ما تدوز في حياتك ها تدوز ولا في تدوز تدوز في مين جاي لا عايز تدوز تدوز هو معصب هلا غنولي بس محيي من الحج كتير ما حيد ده أنا اللي خارت أنا اللي هلا غنولي أنا غنحسب أنا غنولي كان ذا أنا غنولي كاين كاميرا صابر شفتها مع الصب جيت شفتها انا غنوريك اوه عيني 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 يا سين عيني عيني سير 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 اوه عيني عيني يا سامع اوه اصفر قاعد يا سي حاجه من عيني 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 يا سي من عيني عيني اوه عيني 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 يا سين اخويا بلاتي ياك الشانسه والله لاقنت عليك اليوم الشانسه والله ما لاقن عليك انا غنوريك كان ما كنشوفش بها اسمع عيني يا سين عيني انا عيني انا عيني يا صاحبي عيني يا سين اخويا والله من فضلك والله من فضلك والله من فضلك انا غنوريك انا غنوريك والله من فضلك انا غنوريك الدم انا غنوريك الدم كبير والله من فضلك ما تقلنيش غنشوف عينك اصاحبي الدم والله من فضلك انا غنوريك الشمس شوف ما تقلنيش انك تلف فيا انا غنعزلك انا غنعزلك انا غنوريك انا غنوريك شوف شوف يا حسن ناري 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 قبلات يا سيدي عيني انا راح الطوموبيل قبلات وراح الطوموبيل انا راح الطوموبيل حاجه راح الطوموبيل والله من فضلك والله من فضلك والله من فضلك حق من فضلك والله من فضلك كبيره شو تلم يا لم عشوي خويا جايب معاك شي شويه يلا من فضلك يلا يلا من فضلك انا نوريك صافي اريح ديك الطوموبيله لا مش بغي شي عند ياس مش بغي شي عند ياس شو بغي شي عند ياس شو بغي شي عند اليوم اش بغي شي عند ياس اش بغي شي عند ياس اش بغي شي عند اليوم اش بغي شي عند ياس اش بغي شي عند ياس صافي اسمح لي اسمح لي وضح لي يلا سنقضي يلا سنقضي يلا إذا من عزمك الله غير نعمة أنا على نيوني قلنا من شكلك عصبي ذات شين شخو ورا الله من شكلك كورا أنا أشوين تنعنا كذي أشكو من وين أنا كذي أشكو من وين أنا من شكلك إيك الشنسة أنا من شكلك أنا على نيوني أنا غني نيوني أنا الشنسة غني نيوني الله غني عزمك الله من شكلك عندك صور شرمين العاقة وشنا أنا نيوني أنا نيوني أنا نيوني عندك شي مشكلة صحيبي شايف كنوب أنا غادي نوري جاي مو جاي معصب عنا وتفرقيع وما عرف شنو هو خرجتي لي على عيني خرجتي لي على خدمتي خرجتي لي على عيني أنا نوريك شنو كان عندك شنو كان عندك شنو كان عندك ما نعرف أنا التوشية ديال العربية يعني أنا ما عرفت شنو أنا كان معك خايف أنا ندير ما ندير فيه الشاك ما تفرقعت لي على عيني ياش الشاك المحلولة عندهم على فين هو الشاك عندك محلولة
والله ما نفق لك الشيخ انت، والله ما نفق لك خلي الشيخ نخدمش. يعني الشاف يجي الله ولك الرويده دابا لو قال له سالي شوف اسم مسكي تويني تا والله ما نفقنا واش معايا ما نفقناش مع شي واحد معايا انا ما نفقناش شي واحد معاك انت عرفوا معايا ما نفقناش شي واحد زير عليه خارجي على عيني خارجي على خدمه وخارجي على حياتي وخارجي على نتايا شقت داخل السنية على حياتي صافي هاكي الطوموبيل هنا ما عنديش كلينيك صاحبي صافي هاي الطوموبيل هنا هو راسي وما يشتش حاجه من عندك انت صافي صاحبي صافي صاحبي صافي صاحبي انا اجي اجي عشيري اجي صافي صاحبي سير دير شي لعبه ولا شي توشيه الدري راه صافي حنا راه هو الطوموبيل كاين هنا وريقاته كاين هنا كلشي كاين هنا والله ما نسقلو صافي حنا هو بشي بقى هو ما مرزتش معاك وصافي حنا نوقفو صافي ما درتي والو اجيتي لا كاين شي مشكل كاين شي مشكل تما وصافي دابا ودابا فرامة كاين شي مشكل فرامة واش فرامة شوف جوج مليون انا اللي معاك مزيان انا جوج مليون فرامة انا جوج مليون فرامة راه شي راه فيك بليزير راه عندك انت شي مشكل تحت اي دوي قول محتاج نعطيه اما تجي لي بحال هكا صاحبي شنو دار لك دابا واش المشكل عندك تما واش ما بان لك والو نتايا دابا بغيت نسولك ورا طوموبيلتك هادي لعلم الله الا جينا عاوتاني من ورا انا كاين كلشي لعبه زي حل واش هذاك اللي كاين فهمتي من حلوله زعما الفرق اللي كاين من باب المحبه ومن الاخر راك شفتي كلشي على عين خفنا دابا ندوزو لشي قنت اخر يطرا شي السوق احنا ولينا خايفين منه في تاويل راه وكيل كلينيك لا والو حد هنا واحد حدا واف تفاهم معاه لفظيا بعدا يعرف شنو كاين ديك الساعه يمشي معاك ماشي للسبيطار يمشي معاك القمر الصناعي ما عندوش مشكل هاتي لا كاين شي بلان ما فرام معاه شوف يلا انا خرجت من الفرع معايا هنا انا اش كان معايا هنا 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 وهنا غشبانا معايا هنا 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 غشبانا معايا هنا ما عرفتش معاك تقلت تخانا جاي من هنا وين وين محصوم على راسي ودي هادي يلاه راه دوين جماعة بغيت تفرها معاه صافي ولا خرج من هنا راه هو خايف على راسو ولا خرج من هنا ما بقى والو انا ما قلتش لك غتفلى عليها هو خايف راه قانون الشغل راه هو هذا يخرج من هنا راه صافي مشى هو راه ماشي ما سايق ما والو ولكن عنده شي بلان عنده شي مشكله الطوموبيل مشكله صاحبي فهمنا سير الشاك من حلوله صاحبي انا الشاك من فرق عم فرق لي على وجهها سلام طلع لها سير عيني ما كنشوفش بان ما كنبان لك بان لي هذا هو راه الظلمه يلا صاحبي يلا نعتقوك غفالا معايا هنا هنا سحنا فينا هنا سحنا هنا سمعتي؟ انا سمعتي؟ مليون نعم 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 نعم
واش تفرقعات ولا ما تفرقعاش؟ دابا واش تفرقعات ولا ما تفرقعاش؟ الله يحيثني مع الصيف انت تفرقعات ولا ما تفرقعاش؟ لا لا مع الصيف مع الصيف يحيثني شا؟ لا مع الصيف انت مع الصيف جيتي مع الصيف هاد الصباح وتفرقعات. مشاهدينا الكرام، كيف ما عشتوا معنا الحلقه ديال اليوم اللي كانت ضحيه ديال محمد بعيو، حارس متالق وحارس الغني على التعريف داخل الدوري المغربي. محمد بعيو، اول حاجه بغيت نعرف كيفاش عشتي هذا المقلب هذا، خصوصا امام الاستفزازات اللي تعرضتي لها، يعني تصرف هادئ وهادئ. ماشي هادي، ما بغيت نحترم الدري، تنقول له واش هذا الشيء؟ باغي انا زربان، تنقول لي صوب لي زعما الرويضه، شاد الطريق عيط الحسن ولي صيفطني هنايا، وكتفاجئ تيجي تستهزئ بيك، شويه العياقه. يسمحوا لنا المشاهدين الكرام على بعيو ملي كيتعصب كيعرف شنو كيقول. الدراري لا عارفين هادشي. بعيو كيتكلف على انه تعصب ووصل لواحد يعني وليتي كتخاف دير شي هادشي عليها. دير شي رياضه ولكن بالنسبه لينا حنا وكاع اللي تابعنا الحلقه يعني من بعيد شفنا بان بعيو انه ما تعصبش يعني. لا تبغيتي تجيوني بزاف الافكار انت غاتوصل معاه شي حاجه غاتضرب وشنو غاتوصل. يعني فكرتي بالعقل. ونكذب عليك. انا كنتعصب راه الدراري راه عارف الدراري عارفيني. كنتعصب راه كنبدا نخرج. كنعرف شنو كنقول. الله يخليك ديما هكا كتوزن التصرفات ديالك اكثر من اي تصرف اخر تقدر تندم عليه في حياتك العامه. مشاهدينا الكرام كيف ما عشتوا معنا الحلقه ديال اليوم اللي كان ضحيه ديال محمد بعيو، حارس متالق وحارس معروف وحارس سابق لنادي العساكر الجيش الملكي وحارس حالي لنادي الرجاء الرياضي والمعار لشباب السوالم. كنضربوا لكم موعد ان شاء الله في قادم الحلقات مع ضيف اخر ولكن نفس المقلب هضلاتوا لي عن اخ هشام. الى اللقاء.